السلام، مرحبا بكم في القناة ديالي. مرحبا بكم في فيديو جديد. ما تنساوش انكم ديروا لايك وسبسكرايب على القناة ديالي وتابعوني على الكونت انستغرام، غنخلي لكم هنايا، ديروا ليا فولو، كنبارطاجي فيه شحال من حاجة. الناس اللي متابعيني في انستغرام غادي يعرفوا شنو طرا ليا في لا فيديو ديالي الاخرى، غادي يعرف دابا كنضحك ما قبل كنت كنبكي. تو سامبلومون كنت مصورة لكم، ما عرفتش كلشي هنايا في الدار والريزيطا، شحال من حاجة كنت فريمون، كان عندي داكشي مجموع ني مي جاءت الاقدار انه نكون حاطه البيسي ديالي ومونتي لا فيديو باش غادي نحطها لكم، وغادي يدخل ولدي تحت لاطابل غادي يلعب، غادي يجرنا طيح ليا البيسي فوسط منه كاينه لا كارت ميموار، لا كارت ميموار تهرست لا جوج ومشى ليا كلشي. دونك مالوغوزمون كاينه شحال من حاجه اللي بغيت نبارطاجيها معكم ودي زيتاب زوينين، مي بون صافي مشات، فتتخرج لا فيديو ان شاء الله غتطلع احسن من لا فيديو الاولى. دونك هنا شحال من حاجه تحرقات دابا، شحال من حاجه غادي تشوفوها على اساس انها سافرت بريسكو فيني. دوزنا بزاف ديال لي زيتاب، كان منهم انه السباغ جا هنايا، حيد السباغه، دوز لاكوش ديالو، دوز لي كوش دوندوي، قاد الحيط وقاد كلشي اللي خصو يدار. ان شاء الله من غادي يعاود يرجع باش غادي فيني، غادي ندير معاه هكا واحد شكرا انا دونك غادي يدوز هنايا ويشرح لكم بلوس، يعطيكم هكا نصائح على السباغه، على داكشي اللي كاين مهم داز لوندوي باش قاد ديال الحيط. انا غادي نوريكم هادشي هذا الضو، دونك تعاودت شحال من حاجه في الدار، في بيت نعاس زدنا الضوا، وفي ميم في لي تواليت صراحه لو مانك كان عندي بزاف في الدار من ناحيه ديال لا لوميير، سال دو بان ديال لا سويت بارونتال حتى هي بدلناها، دونك تركب زليش، تركب شويه ديال بقى غير شي حاجه فينيسيون ديال الموبل والباسك خصو يركب. وما كنتش باغا نحرق عليكم، عرفتو كنت مصوره لكم في لا فيديو لي زيتاب كاملين. بون غادي نوريكم غير شي حاجه هكا. شنو اخر؟ لا كويزين راه ما بقاش لها قد ما فات، دونك ان شاء الله قريب تسالي. لو بلون طرافاي انستالا ديجا، صراحه جات فنه، جات كتحمق، المهم لو روندو مانيفيك، فوالا مانيفيك. اي دوكو وصلنا ليتاب ديال باركي، الباركي في الدار مازال ما غاديش نركب دابا الباركي، يعني ماشي حاليا، مي بون قريب ان شاء الله باش من بعد عاوتاني يجي السباغ ويكمل السباغه. غنحبس من الهضره اي غادي نوريكم فين وصلنا. المهم ما بغاش نحرق لكم كلشي باش ما نكذبش عليكم، مي لا كويزين دونك صافي، ما بغاش نحرقها كامله، بغيت نخلي عنصر المفاجاه يبقى حتى من بعد. اي نوريكم ميم شي حاجه جديده اللي درناها في الدار، غنوريكم بعدا ديجا لو صالون. ها هو شفتوها كيفاش ولات في البيض، ولات زوينه بزاف في البيض، كاينه واحد لا ديفيرونس كبيره. دونك كيف راكم عارفين حيدنا هنايا لي بلانت، دونك فيناهم هنايا السباغ وداكشي. هنايا عندي واحد الحاجه ديال الدخصه تقاد، المهم انتما تشوفوا الله. هنايا هذا البيت ديال يعقوب، مهم فريمون داكشي تفينا ولا زوين. اي نوريكم هنايا شنو درنا، خليوها من بعد. بالنسبه البيت دونك خليناه هو، زدنا فقط غير الانستالاسيون ديال الضوا، وهنايا هذا الدريسينغ حتى من بعد نشوفوا حريرته. اي بالنسبه ما بغاش نحرق بزاف الصال دو فان، دونك خدينا هذا الكارلاج، هذا ان كود كار، دونك هذا هو الكارلاج اللي خدينا، فريمون زوين 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 بزاف. ها انتم هاو كيفاش جاي، دونك هذا هو اللي درنا، مي راه كيف كتشوفوا مازال هذا الشيء ما تفيناش، باقا شي حاجه. هي الدار فريمون حتى تجمعات عاوتاني ترونات، علاش نقول لكم علاش؟ لانه تحبسات الخدمة تمايا ديال الطواليت، اي اون فيت زدنا بحاجة أخرى، زدنا الطواليت الثانية، هانتوما ولات كلها بحال هكا. دونك غادي نعاودوها إن شاء الله، غادي تطلع عاوتاني حتى هي بشي حاجة زوينة 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 بزاف، موتيف واحد آخر، ما عندو حتى شي علاقة بصال دو بان الأخرى، دونك ما نحرقش ليكم بلوس كو سا، لأن أصلا دابا حنا ما كاين ما يتحرق في هاد الطواليت، مي إن شاء الله غادي نصور ليكم شاك بارتي بوحديتها. وغادي نشارك معكم كلشي. غادي نشوف صابر اون فيت قال لي بانه صور شي لقطات ديال الطواليت، الا كان يعطيني لا ماتيغ بريميير باش حتى انا ندير لها المونتاج ونحطها هنايا، ولا نشوف نحطها فيديو واحد اخرى. فوالا الحمد لله رحنا غاديين بشويه بشويه، انا نوريكم واحد البارتي انا كتعجب احسن بارتي عندي، انا نوريها لكم. طادو دونك هذا مون كود كار هنايا، درنا هنايا انستالينا البلومبي اللي جا انستال الماء من ليفيي مانيفاي. دونك هادشي قلت لكم ما باغاش نحرق ليكم باش ان شاء الله لا فيديو فينال
تكون شي حاجه زوينه نكون ساليت كلشي وتقاد كلشي بلاصو. المهم حتى شي دابا غادي نصور لكم اي دونك دابا غادي نمشي باسكو عندي واحد لو رونديفو نشوفوا واش غادي نرجع اليوم ولا بوتيت غدا ونوريكم فين غادي الخدمه. هاي الوغ هذا مات الغد لي هذا يمكن شي 3 ايام ولا 4 ايام اللي عاد رجعت نصور لكم هاد لا بارتي هادي. المهم في هاد 4 ايام درت بزاف ديال الحوايج منهم الحجامه درتها لانه ظهري كان كيقطعني بحالك وهو العنق ديالي دونك كان كيضرني ومشيت درتها ميسون الحمد لله لاباس هي نورمالمون خصني ندير الحجامه خصني نتروبوزا ونرتاح وكلشي مي انا عاد كندير الشغل كثر مي بون جو سي بلي في هاد الدقيقه هادي مالمون اون ديبلاسمون دونك الا ما قضيتهاش ما كاينش شكون غادي يقضيها فوالا دونك كنجري ونجري باش ان شاء الله نتانستالو لو بلوتو بوسيبل سورت كو ما بقاش عندي عرفتي انا وصلت هنا مع لي طرافو والله ما نكذبش عليكم ملي كنشوف النتيجه كيفاش دايره كنقول اوكي سا ميغيت لانه لو ريزولطا عاجبني عاجبني بزاف دونك كنقول اوكي غادي نزيد نصبر لانه فوالا سا ميغيت سا ميغيت واخا راني باغا نسافر عرفتي محتاجه انه ندير واحد البوز ونسافر نبدل شويه جو عاود ان شاء الله نرجع. الله اون جينيرال غادي نعطيكم الابديت اللي كاين تعطلت بزاف على لو صالون باسكو خصني لو باركي خصني لو باركي ضروري نحطو كي قلت لكم ما عرفتش كي قلت لكم كيف حطيت في لا ستوري ديالي سوغ انستغرام مالوغوزمون لا ريفيرونس اللي عجبتني بزاف ما كاينش فيها ميتراج اللي باغا دونك يلاه نكوموندينو غادي يجي ان شاء الله حاليا كاينه فقط غير ديال لو صالون دونك غادي يحطوا لي لو صالون ان شاء الله باش ابخيهم من صوفا يجيو ويحطوا لي لو صالون لانه راه وجد مي قلت لهم راني انا مازال ما ساليتش وخاص باغي يدوز باش يدير لا كوش ديفينيسيون في الدار اي فوالا دونك هادشي بالنسبه للصالون. هنايا في لا كويزين الجديد اللي كاين هو راه صافي سي بون ديجا الساق الساق راني صورت لكم ديجا الساق لو بلون طرافاي جا تيحمق ما شاء الله جا فريمون زوين بزاف مازال تقطع هنايا ديال لو بلون طرافاي خصو باش تجي فيه بلاك دو كويسون عرفتو هاد البلاك دو كويسون دارت ليا مرض في حياتي الصراحه حاليا لانه انا باغا بيني وبينكم باغا ديال باغا ليكتريك او ميم طون كنشوف ديال الغاز والغاز صراحه تقهرت لانه كانت عندي قبل ديال الغاز واشاك فوا كتسالي ليا كان وحل فريمون كان وحل ومروه ما عارفين مره كيسافر دونك كان وحل كنبقى مني ليها دونك خلي عفاكم انا توم بغيت لي زافي ديالكم لتحت على بلاك دو كويسون يا اما غاز يا اما الكتريك وقولوا لي لي زافي ديالكم حيت بزاف كل واحد والراي ديالو دونك غنبغي نعرف واخا هكاك بزاف ديال الاراء شنو تيقولوا. بون نرجع لكم مع بلاك دي كويسون مرضاتي نرجع لكم لا كويزين دونك فريمون عجباني الخدمه قلت لكم لا فينيسيون خصها دار محتاج يدوز الصباغ لانه واحد الماستيك الا داز في البلون طرافاي يقدر يتوسخ ليا دونك خاص فريمون حتى تالي روينه ديال الكوزينه ديال الصباغ وداكشي عاد ان شاء الله يدوزو باش يديرو الماستيك ويديرو داكشي اللي كاين. اي السطات اللي وصلنا ليه في الكوزينه هي انه الالكتروميناج بدات هنايا حدايا كاينه لاسبيغاتور اون بلو غتجي اسورتي مع لو صالون انا قلت لكم لا كولور ديال لو صالون غنمشي نشوف يمكن غيطلعو الثلاجة باسكو الثلاجة بقات لتحت عندها البيبان ديالها كبر خصهم يديمونطيوهم كيفهم تجاوب باش غادي يدخلو لا كولور ديال لاكين دخلو لغيسبيغاتور مديو شي عليا ندخلو ليهم البلاصة يجي بعلى خير املي خايف في اللحظه ما كاينش امل بون ايفيكتيفمون السيد قال لي ما غاديش تدخل لك الثلاجه هي في الثلاجه دخلات شدات بلاصتها وكل شيء مي البيبان ما عندي مشكل في داك الحيط اللي تما هذاك اللي لها كيبان لكم هو اللي كاين فيه المشكل لانه الباب ملي كنحلها بحال هكا كتبلوكا اي هذا المشكل ديالي لانه الوقت اللي قال لي بعض ديال الثلاجه شحال قلت لهم 20 سنتيم وما فكرتش نهائيا نزيد لي بارت دونك هما يسحبيهم بانه 90 كامله فعاد جا تكنيسيان ديال سيت ديزاين باش انه يشوف زعما لا سيتياسيون كيفاش شنو يقدر يدير كحل كنضحك على راسي نبغي كنضحك ولكن راه من الداخل مفوضة نو مسكين تقولي ما كاينش شي تقصي مي بون ما عندي ما ندير
خاص ضروري هاد القضيه هذه تحط. بغيت نوريكم غير الثلاجه زمان اللي خدينا وداكشي، مي بون جو بريفير انه حتى تقاد كلشي عاد نقول لكم اشنو كاين. اي دابا راه ديجا مع شحال ديال الوقت الليل انستالاو ليا ديجا لا ماشين، يلاه وصلتني لا تيلي. اي بغيت نوريكم صال دو بان الثانيه كيفاش غاده. ها انتم ما نخبي عليكم والو، هنايا صباغه مازال غدا ان شاء الله غنرجع الصباغ باش يكمل. اي هنايا شوفوا حتى كنجمع الدار وكلشي كنقول مزيان. اي هنايا غادي تبان لكم السلعه فات كامله ديال لي بقيت ساكته ما شاء الله. دونك هنايا درنا لا بيير، دونك في التواليت كامله ان شاء الله غادي تكون لا بيير. هاد لا بيير من عند بيدرا، فيها بزاف صراحه ديال الحوايج زوينين، واهمهم هي انها فيها ايزولاسيون ديال الصوت وكاينه حتى ايزولاسيون ديال الحراره. المهم هاد الجوج هادو دو بوين فور بالنسبه ليا. اي المهم هنا الحيط مازال كاين تمايا، حطينا عاود لانستالاسيون ديال الماء فلاكس لانه ما كانش فلاكس. واحد الحاجه اخرى درتها اجي شنو هي هذه بدلتها لانه كانت كتسمع صداع بزاف، دابا راه صافا شويه. اي بيان سور هنايا غادي نديرو التواليت سسبونج. اي فوالا كومي تا دافونسمون، فين وصلنا في الاشغال وفين وصلنا الحمد لله. سا افونس بيتي تا بيتي ما نكذبش، مي بيتي تا بيتي. المهم هادي هي الخدمه، فينالمون هادي هي الخدمه. مي فات ديك الخدمه اللي كيقولوا موتنا غنهز لا باش ما غتعرفيش فين مشيتي. هي ديالي انا، غنهز لافاليز ديالي واحد ما عرفني فين غادي نمشي باش نبدل داخل ديالي. اي كيف كتشوفوا دونك هنايا لا تيلي، هادي نورمالمون باغا نديرها للنعاس، مي غادي ندوزها دابا للصالون اون اتوندون لا ريفيرونس اللي باغا انا ندخل ونحطها. فوالا دونك سي فور كي اي سمارت تي في، هادي ضروري هادي دو بوان باش الكاليتي ديماج بيان سور ما ندويوش عليها. اي سمارت باسكو حتكم روعه، يوتيوب نتفليكس اكسيتيرا. و هانتوما الصالون خاوي بور لو مومون، نشوفو غدا ان شاء الله. نجي هنا ونشوف الخدمه ان شاء الله فين غادي نوصل ديال سال دو بان تانية. يعني فرحانه بزاف داكشي باش طالعه، ما ندمتش نهائيا ولا دقيقه انه رهبت لانه كبرت. وحتى عاوتاني لا بيغ ريكونستيتوي ماشي هو داكشي اللي كان قبل، سي ديفيرون، كان واحد الشونجمون زوين بزاف. نشوفو الصباغ ان شاء الله غادي يدخل باش غادي يدوز يبدا زعما الصباغه ويبدا شبغيت نقول لكم يعني لاكوش اللي غادي دار ان شاء الله يبدا في لافينيسيون باش ابخي ان شاء الله تكون لابوز ديال الباركي. والله تمت صراحه ما عرفتش واش غادي نسالي البلوغ هنايا ولا مازال نصور لكم غدا. دونك نتلاقاو غدا ان شاء الله. صباح الخير عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير. المهم هذا ماشي صباح، هذا راه العشيه. مي بون جيت لي معاد غنصور لكم لا بارتي كوم برومي. دخل عندي اليوم الصباح دار دي روتوش اللي كانوا عنده خصهم يديرهم في الدار، وراني واحد دو موديل ديال السباغه اسطوره ايريزا. المهم درهم لي هكا دي بانو، ابخي ان شاء الله غادي نوريهم لكم. مي افون بغيت انه زعما الصباغ نحدو كاين عبد العالي هنايا يعطيكم هكا نصائح سي جامي ليكم لكم نتوما محتاجينهم. اي فوالا صراحه من غير شي حاجه اللي كملت في الدار نقدر نقولوا بانه لا بيير ريكونستيتوي راه تحطات بريس كامله، بقى فريمون لا فينيسيون، باقي الارضيه ديال التواليت اللي هما خصهم يتصايبوا. مي جا تبارك الله واعر كاين ولا لا سميرة؟ كاين اختي خاصهم بزاف فريمون بزاف اكستراوردينير. سي ان تخوك اللي ما كنلقاوش في اي بلاصه. سي لا لا فرونشمون جو تو دي لا فيريتي، والله العاد جونغ ملي دخلت شي حاجه اللي ما كنشوفهاش في كاع البلايص. انا اللي نسولك فرحتي سمير ضيعتي، هذا الشيء اللي بغيتي حاجه تكون شويه سورتو في الصال دو بان الاولى والثاني ما عندهم حتى شي علاقه. ما عندهمش، كل وحده لومبيونس ديالها والتيم ديالها كل وحده. لا فريمون تبارك الله. دونك شي ان شاء الله يا ربي انه تسالي باش نشارك معكم الافون اي ابخي ديال شاك صال دو بان. اي وليت كنفكر في التاخت تاعي ودالي مره نشوف هاد الفيديو يبلوكيني. بون
انا غادي نمشي دابا المهم عندي واحد روينه من وراي بلا ما تردوا ليها البال واحد روينه اصلا كاينه في الدار دونك سي انكور بيير هانتوما شوفوا البنت هذه اون فيت الكراطن ولا في الظلام الكراطن ديال لابيغ دونك راهم كاينين هنايا احسن حاجه طرات هي غنوري لكم هاهم ركبوا البيبان فينالمون دونك واش السيد نقصهم لي عبد الرزاق قادهم لي بقاو غير واحد جوج ديال البيبان هما اللي خصهم يتصايبوا انا نوريكم هنايا المهم هنا ما باغاش نحرق هنا ما باغاش نحرق يبقى يبان لكم الظلام هنايا كانوا داروا توش اللي داروا ديجا المهم درتها كتجمع وكتتخربق اي هنايا ها هو عبد العالي كيقاد في السكوتش عبد العالي صافا لاباس عليك شوف كيف ما قلت للناس قلت لهم ديجا بلي راه عبد العالي غادي يجي اي غيعطيكم نصائح للصباغه كاملين ودوا لينا على لي زيتاب لي ديجا تصوروا وتحرقوا ليا مشاو ليا قال شي القصه ديالهم دونك عبد العالي غادي يقول لنا شنو دار في الدار باش بريبارا قبل ما يدوز ان شاء الله لاكوش ديفينيسيون عبد العالي السلام عليكم بالنسبه للاخت رعاء كانت بريباراسيون عاديه كيما كيجمع بريباراسيون ديال الصباغه وي خدمنا الخيوط دريساج ديال لونغوي باط دريسنا داز كل حد تلقى وقوز دوكوش لحسب الحيوط لحسب عوجي تلقى كم يعني قاعدة دوكوش زيرو كان حيوط ديري أنا كنت نشوف تلقى وقوش داكا داز تحك لونغوي داز فينيتيك داز سوا برميا كوش أبري عودنا خدمة الفندق فندق لا باس ديال الديكوراسيون لا باس ديال البريباراسيون ديال الصباغ اللي غتجي من بعد شنو خدمو الديكوراسيون بالنسبة للبلافون تاعو نفس الخدمة تما غراتاج بونساج لونغوي بات دوكوش ديال فينيتيك لا لا راه لاحظت ميم لا فينيسيون باسكو قبل كان داكشي شويه هنايا في البلافون شويه مش نتف المهم داك الترم ديالي شويه كان داكشي ما كاملش كيبان لك شويه مخربق راه دازو عليه الدراري كاملين الله يعطيهم الصحه دازو بلا فينيسيون ما يتسالكش بالنسبه للبريباراسيون ديال البلافون كيما قلت لك لونغوي دوكوش تاهو كيتحب داز لي فينيتيك البيو ديالها مزيان ماشي مهم هنايا لي دوكوشا عبد العالي دازو فيها البيوشا كاملين ماشي في الدار زعما كامله كامل الكولوار البيوشا كلشي داز لهم لوندوي الدريساج كلشي حيو الدريسا داز لهم الفينين داز لهم الفوندو ديالهم دابا واقفين على الديكوراسيون دونك ديكوراسيون غادي تكون هنايا ان شاء الله في بيت يعقوب ان شاء الله ان شاء الله بالنسبه لبيت يعقوب نفس ليطاب اللي دازو نفس الخدمه لوندوي تاهو شي نفس الطريقه بلا ما نكثر لكم داز الفوندو دابا واقفين على الديكوراسيون دونك غدا ان شاء الله غادي يجي عبد العالي باش غادي يبدا بغيتك تدوي لي على كنتي قلتي لي على لونتي هوميديتي لونتي بالنسبه كاين شي بلايص خارجين فيهم الرموله ولا الهوميديتي البروده ديال الحيط وي كانت خرجت لي في هذا الحيط هذا ها هو نوريه لكم شفتوا هذا الحيط هذا كان خرج لي فيه هذاك المشكل وقال لي بانه كاين واحد لونتي خاص لونتي هوميديتي يعني بالنسبه للناس اللي عندهم الغمال عندهم شي بلايص ما كتوصلهمش الشمس ولا شي حاجه كيتحناو من هذا المشكل وما كيخلي الحيط يتنفس ماشي كيبلوكي لك الميديتي هاد لونغوي هذا فيه بروتيجي الحيط في نفس الوقت كيخلي الحيط ديما البخار ديال الحيط كيخرج يعني ما كيخليش لك الحيط يطلق الغمولية داكور صحيح وحتى في الكروشات ديالو مزيان دونك هادي فريمون ان بلوس كاين هنا المعلم تنسيت البلافوات الناس اللي عندهم المشكل في البلافون الغمال فين كيخرج الغمولية هو تيخدم بلافون ريطامبلو الحيط داكور دونك انا يسحبني كيدار اهلا لا كيدار صبغه حتى انا ما عرفتش مني دايخه دونك كيدار لو بلافون كيدار للدار كامله سي جامي عندكم المشكل ديال اونتي هوميديتي اي صراحه انا ما كنتش عارفه هذه القضيه والله كنت عارفه بانه كاين اونتي خاص تاع زعما اونتي هوميديتي حتى دابا بلي شي واحد هكا انا شي بلاصه نقول شوف راه كاين واحد السبب اونتي هوميديتي خاصه مو خدامه انا فوالا دونك بالنسبه ل لا 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 ديكوراسيون عندي عشان حاجه اخرى دونك نصوب ليا عبد العالي دو بانو فيهم غير كوش وحده مازال ما فينيهاش هنا دي اسطوره هذه صار باش مزيانه الطريقه ديال الخدمه ديالها سهله وتف الكروساج ديالها مزيان وكتمسح وكتغسل فهمتي الا وقع لك تالوتوش كيتصوب شي دابا هكا كتبان حسن بغيت نبري لهم باش يشوفوا لافي ديالها كيفاش داير فوالا هكا الصراحه كتبان احسن من كنقرب شويه كتبان كيبان الغماش ديالها كيفاش داير ما فريمون فنه فنه هانتوما نصورها لكم من حتى هذه فنه اريزا زوينه هي
بالنسبه للكروشاج ديالها صحيح وحتى في الطريقه ديال الاستعمال ديالها راه بحال بحال الاسطوره في الاستعمال تقريبا نفس الطريقه وحتى في المسيح ديالها وروش واش راه كتصوب انتو رطبا لا ديفيرونس هذه هذه ايغيزه رطبه هذه شويه حرشه مي بون سي با ميشون واخا هكاك هذه عجبتني هذه الحرشيه اللي ماشي حرشيه خايبه فوالا فوالا ميرسي بوكو عبد العالي اون توكا هو راه مازال ما في الدار دونك اشاك فوا غيعطينا شي معلومات ولا هكا دي زاسوس في هادشي ديال الصباغه ما بين هاد الصباغه والصباغه دابا راه كاين اسي دو لوميير دونك ما غاديش تبان لكم مزيان مي بون هادي اسطوره الاخرى سي غيزه وانتم قولوا لي تحت في لي كومونتير شنو هي اللي عجباتكم واش بان لكم كل وحده في انابيت زعما نديرها اون اتوندون هاد الروينه هادي كامله تقاتلني ملي كنت وحده طالبه ما بغاش نحرق عليكم الحمد لله الخدمه ها هي غاده بشويه بشويه المهم بيتي تا بيتي الله يعاونك شكرا ميرسي تمسكين راه خدام دابا شويه غادي يتحركوا اي فوالا غادي نسد هنايا الفلوغ نتلاقاو ان شاء الله في فلوغ واحد اخر ونشارك معكم بلوس دو ديتاي ما سخيتش بكم ما تنساوش انكم ديروا لايك وديروا سبسكرايب على القناه ديالي بيزوات وتابعوني على الانستغرام ويكون انستغرام